يلا جد تعبت بصراحة، ما توقعت إني أتعب هيك. وأخيرا جد لسه ما وصلنا، لسه هالدرجة أطول من برشي. سوري، بس منيح هاي قلعة العقبة، عشان كده كل يوم حكيت لصاحبتي انهم خلص فتحوها، كانوا بيجددوا فيها، ما بعرف اذا فتحوها او لا صراحة، لا شكلها لسه مسكرة، لسه ما خلصوا بيجددوا فيها، بعملوا تجديدات وترميمات. شوفوا الاطفال حبيب الله، فلما راحت كمان عم درج بعد كثير زمان، هذا المشروع كثير طويل فيه. شوفوا هي السعرية عم قرب. لسه في درس كمان، بس خلصنا. صاحب الظل الطويل عن جد. هاي لأن الشمس صارت وراوي، حاسة إنه هشوف هلأ البحر من هون بسطل، لونه بسطل وهواه بسطل، فرحت انبسطه يعني صراحة. وين النجمة اللي في العالم؟ هذا مش علم الأردن، هذا علم الثورة العربية الكبرى. كل الناس اللي باللايف عندهم معلومات، بس مش لازم أجاوب أنا. فرجينا وجهك. أنا طالعين اليوم طشة من الصبح وانت تحكوا لف الكاميرا، لف الكاميرا، لفت الكاميرا، خلص راح لفت. يا رب مرواس يكون فاتح، حسيت مش فاتح لسه. ما دقوا مشان وصلنا مسكر مبدئيا. ليش سكر؟ لأنه ما عليه إقبال. كيف في هذا ايش اسمه؟ دار الضيافة، ما عمري جربته، فممكن انا اجربه افطر فيه ولا اني اكل. شو اسمه في دالتي كمان هذا شو اسمه، عصير كتير زاكي. شوفوا شفتوا اجا الساري ولا الاحلى بالليل وبالصبح وبالسنست كمان وقت الغروب، كتير كمان حلوة. مطعم دار نعمة، دار نعمة مش دار الضيافة، بس حاسة كله مسكر، مش حاسة، هو فعلا كله مسكر. ما في، متى بده يفتح المطاعم؟ شوفوا هذا أحلى جو تيجوا فيه، ليش؟ ما بكون في حدا وقت الغروب السنسات بكون معبى 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 ناس. هذا بيكون فاتح يعني، هو فاتح. يا الله، المطعم الوحيد اللي ما بدي اكل منه، سبحان الله كيف فاتح. خليني اول شيء اورجيكم البحر والقوارب وهاي الاشياء. كم الساعة صارت يا جماعة؟ صار ساعتين تمشي. والله صح، طولت. المفروض انها مدينة سياحية، ليش مسكرين؟ ما انا مش عارفة كم الساعة يا جماعة، احكوا لي. الهوا عند البحر، ناس كلها جاي تروق، مفيش حدا، في صوت، والقارب القارب لساتها يعني صافة. تعبت من المشي. صرت 8. شوف أحلى.
لي شوفي ربطينا هون، افك الهاية واخليه يروح. الفيو عن جد هاي، في ناس طالعين رحلاتهم الصبح. جد شفتوه، هدوء هدوء هدوء. يعني عن جد نفسي هيك انه تحسوا بالهوايات هيك واحلاهم هون، كثير اشي بجنن. شوف هاي القوارب، شايفين هذا برج المينا، بابا كان يشتغل هون. في ناس حاطين اغاني، هلا بنروح عندهم. طب انت وراي، خلص طلق وراي، يعني شو اعمل لك يعني، استغفر الله العظيم. بس عن جد صايب مدينة. شو هاي، في سفينة. ملان لاكب، لا لا هي فاضية. عن جد يا الله، هوايات متجنن. في كتير سياح والله. لا هاي الفترة لا لا ما في. الجو بالنسبة لعمان ولا إلا دخل بعمان، كتير أحلى. الجو مناسب للسباحة، بس تكون مي باردة شوي. هون لأنه يعني استغفر الله، الواحد بده يحكي ألفاظ مش منيحة على اللايف، بس لأنه في ناس بتغلب كتير، مش بس الواحد مش واخد راحته يعني زي ما أنا بدي. خلص شافوني إني يعني طالع البحر، هسه إيش حكولك، خلص نطلع معها يعني. إيش التخلف هذا؟ تعرف لايت برنس؟ بعرفها. في سمك وقرش عندنا. في سمك وقرش، في هذا النوارس كمان. هيها عارف اذا مبين عليكم، مش مبين صح؟ في حدا مشغل اغاني، خلينا نروح نشوف. مش عارفة مين بيشغل أغاني، فخلينا بس نشوف. ما تقرأ التعليقات السلبية عن جد صح. هاي المركب اللي هناك شغل أغاني، هاي الغندور من الجهة الثانية. أي هذا شغل أغاني. الجو هون أحلى، نايس. كمان كنت سهران كتار، تخفوش تخفوش علي. عين فاتحة اللايف، إذا صار علي اسم بلغ الشرطة. شوفوا في ناس قاعدين على الحجار وهيك، كيوت. مش عارفة كيف نزلوا على الحجر يعني. اللي اجوا من هناك، اوكي. في حوت، اي كمان جاي بيطلع. بحكوا مرة انه كان في دلافين وهيك، بس انا ما عمري شفت صراحة. قطعت اكثر من مرة برحلات حكوا لنا انه راح نوريك الدلافين وهيك. معلش سامعين الاغاني انتو؟ سامعين الأغاني؟ في بطريق. لا مش سامعين؟ مش عارفة أشيل السماعات عشان تسمعوا؟ طب سامعين صوت البحر، صوت الهواء؟ ما أدري، شلت السماعات، صوت الهواء كتير، فراح أضلكم تسمعوا هيك. عرفتوا؟ ترجمة
ولا انا حابه يعني انكم تسمع صوت الاغاني بجنن. مش راح اشيل السماعات لانه بعديها راح يصير صوت هوا. كنت قاعدة بفكر بالموضوع، يا في ناس جنبي مسكها معي هيك كيف جايبين شرشف الاحمر، تعرفوا تاع الرحلات، حاطين بدهم يفطروا. خدني افطر معهم، حسيتهم كثير كيوت. الله يسعدكم يا جماعه. بس بحكي لكم هلا، اذا شلت السماعات مش راح تسمعوا صوت الاغاني، لانه صوت الهوا حتى ولا حتى صوت الموج راح تسمعوه. هناك الاوتيلات الانتر كامبينسكي، شو كمان في الاوتيلات؟ احنا الاوتيلات هناك المناره، باكل هناك. مش طبيعي الجو. سرايا، لا سرايا مش هون، لا لا سرايا هناك بعيد شوي، مش على هذا الشط. شوف هاي قارب زجاج طالع. طيب هلا ايش، خلينا نروح نفطر لانه اصلا مش اشتهينا نعمل. شو خلينا نلتقي؟ مالكم يا جماعه، انتم بعلك ايه الكل صحيين؟ عن جد يعني انتوا تكون صحيين بس تحكوا هيك؟ طلع لحاله دم بس روق. ليش كل التافهين اجوا قالوا نطلع بعض؟ ايش تعيالكم؟ يعني انا مش حابه احكي هيك صهيب بس يعني، ف خلص شكله حماده حماده لانه جد. هلا هون اشوف صارت الجو شوب نار لان الشمس بوسط ال يا صباح النور من اسطنبول. لو شو حابين شو اسمه، اكمل اللايف ولا نعمل ستوب ولا زكت ولا شو؟ والله حابين نكمل لايف، اذا يعني مليتوا احكوا لي. شو اسم هذا المسجد؟ مش مسجد، انا كملي. يلا خلينا نشوف نعمل تصويت، مين حاب نكمل وين حاب نعمل ستوب.
ها حبيبتي، هاي في طيارة، ما في صوت. رجع 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 رجع. الو 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 الو، 1 2 3 1 2 3. هيك اي ثينك انه رجع. ولك الو، تمام خلص، تمام رجع. بس لانه صاحبتي رنت علي حكت لي رح ناجل الفطور شوي، لانه حكت لي انها بدها تروح على البنك، بطاقتها خربانه، وترجع ونفطر سوا. خلص هلا رح نرجع البحر مرة ثانية، أصلا هو عند البحر أسكى. بلكي كمان حكيت لها جيب الفطور معها، بلكي يعني ما أكلنا عند حماد. هتأرجعكو عند البحر. شو اسم المكان هذا؟ السارية. مستمعين أغاني، في واحد حاط أغاني دمار بالقلب. قلب العاشق دليله. لا شنطة كبيرة يا جماعة، معلش تخليكم بشنطة دمار، مش فاهمة. يلا يصدهم إذا ما بصيرش أصور، عيب يعني أروح أصور ناس وهذا يعني. خي هذا اللي كان حاط العاشق دليل مصطفاها، هم معيهم هناك يعني قاعدين على الجهة الثانية، بس ما ينفعش إذا ما أروح أصورهم، بس كتير كيوت، حبيت أجواءهم. من بعيد لا لا عيب، اللي سامعهم شو اسمه بنات وهيك، فما صباح الخير، صباح الورد تماما من قلب العقبة. المشكلة كان في كراسي هون مشالوهم، ولا كان الواحد قاعد شوي يرتاح. كراسي بعيدة عن الشمس، أجواء رايقة بالجنة ما شاء الله، وبتعطي راحة نفسية والله عن جد. كيف الجو بالعيد؟ بجنن بجنن عند البحر. هلأ صار شوب بالبلد، يعني راح أروح أنا بتاكسي. مش هضل ضربة عندك، عزلت علشان يمكن فصل اللايف وراح وخلص. الناس صارت بشغلها اصلا، مش عارفة انا صاحبتي ليش مش رايحة شغل. بدها تروح البنك. لايف عراقة والله عن جد. ميرسي يا جماعة، مبسوطة انكم يعني انبسطتوا وهيك، عجبكم اللايف. خلص كل يوم نروح مكان جديد. بكره العقبة، بس بكره طول ما صار اوصل العقبة. يعني كل ما صح يعني هاي الشغلة عندنا. انت العقبة نعم العقبة. الليل الليل وحرته بتنادي عليه امرته، بتنادي عليه امرته. شو تسمعي بعد 10 سنين؟ في ناس كتير نص نص هلا، لانه لسه ما عطلت المدارس والمغتربين ما اجوا، بس عطل المدارس ويجوا المغتربين. انا بكون في قربة صباح. من وين البث؟ من العقبة. هيك هيك الراحة النفسية اللي أنا فيها. أوف أوف أوف. من المنعوس؟ لا المنعوس وين؟ لتحت والله عن جد. الكومنتس اللي الناس اللي مبسوطة يعني أنا مصدومة إنه أنتوا مبسوطين كتير أوفر. انتوا اللي بتعرفوا، طب احنا مشاورنا هيك دايما. خلص اذا هذا بصير نطلعكم كل يوم يعني. اذا يعني هاي الرحلات بتساعدكم، خلص كل يوم استنوني بمكان ما لنكتشف الأردن سوية.
بعدين الموج هادي هذا أحلى إشي على البحر. شوفوا هي فك البحر بس بالعقل أنا بصور يعني. شوفوا كيف تحصل على البحر تبعه. بكرة الجو بيكون كيف؟ شو نسوي اليوم يعني؟ بس هي يعني مع الأيام قاعدة بتزيد حرارة، فعرفتوا؟ هي اشتغل قارب الزجاج.